جديد. زاوية نجوم انتهوا، بدأوا في أندية كبيرة وانتهوا في أندية ريفية، اليوم نعود إليها. هذا اللاعب لن أقدمه لكم، نحاول أن ننشط ذاكرتكم، فهل تذكرونه؟ الفتح كان بيتي الثاني، انشأت فيه ناشئين شباب فريق اول، قضيت احلى ايامي فيه الحمد لله، هو يعيش احلى ايامه في الدوري الممتاز. الفتح طبعا انشئت، لعبت سنتين فريق اول، بعدين انتقلت الى الحزم، بعدين شروني الحزم من الفتح، بعدين الحزم اهداني للناصر هديه. طبعا وقعت عقد 5 سنوات، كان ينتهي عقدي مع النصر في 2009، وقعت مخلصه، ما ادري انا شلون وقعت مخلصه. طبعا بعد يومين جلست ابغى هالمخلصه ما قدرت. طبعا كملت سنتي، كانت سنه اغيم انا 70% كانت كويسه مع النصر، فرحت الحزم صدق. بدايه الوقت حصلت معاناه شوي بحكم اني هديت النصر، تعرفت على ناس، بس الشهاده لله يعني البلطان كان واقف معي. بدأت خلاص، بديت في الدكة ما ألعب، أتمرن أولمبي، فلعبني ديمتروف وشفت موقف قدامي، قلت مو بهذه كورة، هذه واسطة. الموقف إن أنا لعبنا وهي مباراة ودية يعني عيدية، فشفت كابتن صالح المطلي والأستاذ خالد الهزاع يناقش ديمتروف، طبعا ما في مسافه كانوا يمني قريب، يقول طلع محمد ونزل فلان ما بيذكر اسمه. قال له ديمتروف لا، ندمت ان انا رحت النصر، والدليل ان اي لاعب يجي النصر ما ينجح. زي ما قلت لك يعني في ادله كثير ما نجحوا، وفي كثير طلعوا وقالوا. انا اقول لك في النصر اول شيء طموح جماهيرهم اكبر من لعبات، وشيء ثاني النصر امكانياته حاليا ما تساعد انه يرجع بهالسهوله. حاطين راي حق الجماهير حق نادي الهلال، رفضت نادي جماهير الهلال كلها ترفض، بس الاداره ما تسمع كلام الجمهور، اللي تشوفه هو الصح هي اللي بتسوي. فانا اقول لك عشان النصر ادارته تسمع كلام جماهيره، هذا المشكله اللي خلاص يعني. مثل الكابتن زميلي نفس مدينتي محمد السلاوي، جاء مستواه في القادسيه توب، جاء في النصر بدايته مشي صح، ما ادري ايش صارت له، قاموا عليه الجماهير نزل مستوى. يعني مشكله النصر يعني الاداره توقف مع الجمهور ضد اللاعب. طبعا انا فوضني الاهلي كان بدايته، هذا غلطتي الوحيده اللي ندمت عليها ان انا ما رحت الاهلي. ما كانت مو واضح الصوره النفسيه، كان عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه كان النصر في التوب يعني، فالواحد يتمنى يروح، ولا دخل الملعب مسك فريق ما عرف يتصرف. فانا اقول وجهه نظر لا حد يزعل مني، فاقول لك لو انا رايح نادي ثاني ممكن امشي، لان البيئه في نادي النصر كانت سيئه. عيون يوسف خميس في الجرايد، دقيت على شخص قريب مني في النادي، لاعب منتخب احترمه كثير، سالت عن يوسف خميس، قال لي شوف يا محمد اذا رحت الملعب وشفت يوسف خميس رحب فيه فهو يعني ما يبي، إذا ما كلمك ودخلت التمرين فهو يبي. طبعا أنا رحت التمرين استنى هاللحظة، صدق بتصير هاللحظة. دخلت التمرين سلمت على الإداري عبد الله الهويشي كان في وقتها، قال هلا أبو عذاب، كان يمزح إياي باللهجة الحسوية. ألا جو يوسف خميس قرب يمي، قال هلا أبو عذاب، قال هلا كابتن يوسف خميس شلونك مسوي؟ قال شلون الحس شلون جوها؟ قلت بخاطري عزة الله رحت يا محمد. سبحان الله اسبوع، طبعا يسوون تمرين صباحيه ويهمل ولا يقول ولا يكلم الاداري ولا يقول لنا في تمرين حق محمد، كان يوسف خميس الشاري مخلينا كل شيء اوكي، ما مثل النصر مثل المنتخب، مو معنى نعطي سلطه.
مو معنى ان قراره بيصير صائب. يوسف خميس احب ان انا اتكلم عليه عشان انا ممكن في الاعلام ظلمت كثير، واحب ابرر موقف حق اللي يحترمون محمد او ما يحترمون محمد. لمن لم يعرفه، كان هذا محمد اليوسف أو بوعذاب اللي لعب للنصر وللحزم والآن يلعب في أسدوس. زاوية تويتر وفي المرمى سكايب، اليوم كان السؤال: انتقال اللاعبين الجماهيريين بين الأندية الكبيرة هذا الموسم بالذات على ماذا يدل في كرة القدم السعودية؟ ثامر الفلاح، زميل ثامر الفلاح وصحفي رياضي، يقول: يدل على أن الأندية تمر بالربيع العربي التقليدي. عمر العمر يقول: سعد يبحث عن بطولات الهلال المريحة، هزازي يبحث عن أخوه نايف، وعزيز يبحث عن العالمية. بندر العتيبي يقول: أعتقد أن زمن الولاء انتهى، وحاليا وقت ادفع أكثر وألعب لك بكل إخلاص. حمد سعد يقول: هذا يدل أن هؤلاء النجوم أفلسوا فنيا، وأن أنديتهم لم تعد راغبة في البقاء أو بقاءهم. سعود العقيل يقول: كل هذه الانتقالات ضعيفة، لا يوجد لاعب في مستواه الحقيقي، انتقل من نادي كبير إلى نادي آخر. زياد كل مرة يرسل لي رسالة في يعني في موضوع مختلف عن سؤالنا، لكن ما راح أقرأها يا زياد، فلا ترسلها مرة ثانية. أذهب إلى المشاهدين اللي يلتحقون بنا الآن من سكايب. زملاء يقولون: أول المشاهدين محمد العيدروس من جدة. محمد، سؤالنا محمد، تابعته، لماذا أو بماذا تفسر ندرة مواهب إفلاس أندية أو تطبيق حقيقي للاحتراف؟ تسمعني محمد؟ تفضل. أكيد هو تطبيق حقيقي للاحتراف. أخ بتال؟ نعم محمد، تفضل كمل فكرتك. هو أكيد احتراف حقيقي لانتقال اللاعبين من نادي لنادي، وهذه ظاهرة صحية إنه يكون للاعب ذو موهبة، والمواهب طبعا عندنا في المملكة العربية السعودية بدأت تقل عن أول كثير. جميل. طيب خلينا نسمع أيضا محمد بيلتحق بنا أيضا عبره في المرمى سكايب. راح ينتقل معنا خالد الملحم، أظن راح ينتقل معنا أو ينضم معنا خالد الملحم من الرياض. قبل خالد الملحم أسمع الجنوبي يقول: اللاعب السعودي ولاءه للمال وهذا هو الاحتراف. خالد الملحم الآن من الأحساء انقطع خالد الملحم، ما لحظ يصير معنا أو رجعنا. خالد اسمع فكرتك لو سمحت خالد عن هالسؤال الليلة، تفضل. معك فايدة سالم، تفضل. أولا حاب أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. ثانيا بالنسبة للانتقالات الشتوية بإذن الله يستفيدوا منها الأندية وفي مقدمتهم نادي النصر. أنا استغربت صراحة اليوم خالد عزيز لاعب ما يختلف عليه اثنين، لاعب نجومية طاغية، لكنه بالفترة الأخيرة سبب تغيبه. جميل. عن تمارين في ناديين. فإن شاء الله نتمنى أنه يعني يكون له أثر إيجابي. شكرا خالد. شكرا خالد. راح تكون هذه الفقرة معنا مرة في الأسبوع، اللي يمكن ما عجبته أو لكن أنا أقول إن الجمهور لهم حق إنهم يسمعون كل إن صار يقول رأيه في الرياضة، خلوهم يقولون رأيهم في الرياضة أيضا. وقفته مع اليوم الرياضي في دقيقتين. أوفدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجنة متخصصة للإطلاع على مقرات ناديي الوادي الأخضر والصحاري في وادي الدواسير، وتضمن تقرير اللجنة حاجة المقرين إلى تعديلات عاجلة وتطوير يشمل البنية التحتية. سيقوم طاقم حكام برتغالي بقيادة كارلوس ميغيل بقيادة مباراة الأهلي والهلال في الجولة 17 للدوري غدا الخميس، ويساعد ميغيل حكم ريدارو جورج ونونو فيليب، والسعودي عبد الرحمن الكعبي حكما رابعا. استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الشباب حسن معاذ من المشاركة أمام الرائد اليوم بعد شعوره بألام في العضلة الخلفية. أعلنت إدارة شؤون المنتخبات السعودية أسماء لاعبي المنتخب الأولمبي للانضمام للمعسكر الإعدادي الذي يقام في الدمام اعتبارا من 22 من الشهر الحالي، ويلتقي فيه وديا الإمارات وكوريا الشمالية استعدادا لكوريا الجنوبية في 5 من الشهر المقبل.
يختم منتخب السعودي للبراعم لكرة القدم تحت 10 أعوام مساء اليوم الأربعاء معسكره الإعدادي الذي أقيم في مقر المعسكرات الدائم في استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض. يخوض لقاء وديا عصر اليوم أمام أكاديمية السلام. اعتبر السويسري جوزيف سي بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة مؤهل لخلافته في منصبه. جاء ذلك في تصريح صحفي جدد فيه بلاتر التزامه بإنهاء الولاية الرابعة له على رأس الفيفا العام 2015 ليترك المنصب بعد 17 عاما قضاها. أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق مارتين باليرمو أن مارادونا سيشارك في مباراة اعتزاله في 4 فبراير المقبل مع بوكا جونيورز الفريق الذي غادر في يونيو 2001. العلاقة بين هذا الرئيس وجماهير ناديه علاقة عشق من نوع خاص. أما لماذا؟ فلأن الحلم البعيد في عهده اقترب. فهد بن خالد وجمهور قمر جدة. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان. ألقاكم. أحبك موت كلمة ما لها تفسير ولين اليوم مدري كيف أفسرها لأني من عرفتك وأنا أحسك غير مثل روح لقت روح تدورها سكر.